عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم يا باشمهندسين في المحاضرة الثانية من المالتيبل انتجرال. أول حاجة في المالتيبل انتجرال هي الدبل انتجرال اللي هو التكامل الثنائي. التكامل الثنائي يعني هنكامل مرتين. هنكامل مرتين، التكامل الثنائي يبقى انا بكامل مرتين. طيب نيجي مثلا لو انا بكامل فانكشن اف اكس واي دي اكس دي واي، يبقى انا هكامل مرتين. المره الاولى هتبقى بالنسبه للاكس، وعوض بحدود الاكس، الحدود دي الداخليه اكس اف 1 اوف واي لإكس إيكوال إف 2 أوف واي، يبقى الحدود الأولانية دي الداخلية، الداخلي مع الداخلي أهو، يبقى علامة التكامل دي ماشية مع الدي إكس الأولانية، بكامل من جوه لبره، أنا هكمل بالنسبة لإكس الأول، اللي يطلع هكامله بالنسبة لمين؟ هكامله بالنسبة لواي، الحدود دي حدود الواي، من واي مثلا تساوي إيه؟ لواي إيكوال بي. انا بكامل مرتين وبكامل من جوه لبره. طيب لو انا عندي مثلا ادي محور الاكس وادي محور الواي وادي الفانكشن اف 1 اوف واي وادي فانكشن اف 2 اوف واي وخدت الاريا من A ل B في اتجاه الواي، لو انا هكامل على الاريا دي، يعني دي الريجون دي الريجون اللي انا هكامل عليه. برسمها منين الريجون دي يا شباب؟ دي الريجون منطقة التكامل، برسمها من الحدود، ادي x equal f of y ل x equal to f of y، ده في اتجاه الـ x. في اتجاه الواي من A لبي اهو، من A لبي. طيب بروح جاي واخد شريحه، مين المحور الداخلي اللي انا هكامل بالنسبه له الاول؟ هو محور الاكس، فتبقى الشريحه هوريزونتال اهي، الشريحه موازيه لمحور مين؟ لمحور الاكس، يبقى اسمها الهوريزونتال ستريب. باخد شريحه افقيه، الشريحه بتاعتي ماشيه افقيه اهي، من x equal f1 of y ل x equal f2 of y، وابتدي اجمع منين؟ في اتجاه محور الواي، من a ل b، يبقى الشريحه بتبقى horizontal، horizontal strip. ده لو انا بكامل dx dy. طب لو انا بكامل dy dx، لو انا عندي اهو function في x وy dy dx، بكامل الاول بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي، المحور الداخلي، ببتدي من جوه الاول، يبقى انا هكامل الاول بالنسبه لواي، ودي حدود الواي، من واي تساوي اف1 اوف اكس لواي ايكوال اف2 اوف اكس، اللي هيطلع هكامله بالنسبه لمين؟ هكامله بالنسبه لاكس، انا رقم 2 هكامل، ودي حدود الاكس، من ايه لاكس ايكوال مين؟ ايكوال بي. بتبقى حاجه بالشكل ده اهو، ادي محور الاكس وادي محور الواي وادي مثلا ادي واي ايكوال اف 1 اوف اكس اللي هو معادله الخط ده او المنحنى ده، واي ايكوال اف 2 اوف اكس، يبقى الاريا محصوره بين دول في اتجاه محور الواي من اف 1 اوف اكس لاف 2 اوف اكس. طب وفي اتجاه محور الاكس اهو، من x equal a ل x equal b، يبقى فين الريجون اللي انا بكامل عليها؟ اهي هي دي منطقه التكامل، الريجون برسمها منين؟ برسمها من حدود التكامل يا شباب، برسم حدود التكامل تديني الريجون في كام. طيب انا بكامل بالنسبه لواي الاول، يبقى الشريحه هتبقى توازي محور الواي، يبقى فيرتيكال اهو، فيرتيكال ستريب، يبقى الشريحه بتاعتي
هتبقى موازية لمحور الايه؟ موازية لمحور الواي، يبقى دي اسمها الفيرتيكال ستريب، يبقى دي شريحة رأسية. ليه؟ لأن أنا هكمل بالنسبة لمحور الواي أولاً، فالشريحة بتوازي المحور الداخلي. طيب وبعدين طالعة من اف 1 وفي اكس لاف 2 وفي اكس، وبجمع في اتجاه الاكس من A لB، بتتحرك من A لB. طيب لو أنا بكامل ومفيش فانكشن، يعني افتراض إن أنا بكامل أهو من y equal f1 of x ل y equal f2 of x، ومن x equal a ل x equal b، بكامل 1 الواحد دي y دي x، يديني إيه؟ قال لك الناتج ده يدي الاريا، يدي مساحة الريجون، يدي الاريا. طب امال لما انا بكامل اف اكس وواي الناتج بيبقى حاصل ضرب الفانكشن دي في الاريا. يبقى لو انا قلت لك الاريا المحدوده بالكلام ده انت بتكامل ايه؟ ده اللي اسمها الواحد. ونفس الكلام هنا لو انا بكامل الواحد دي اكس دي واي من اكس ايكوال اف 1 اوف واي لاكس ايكوال اف 2 اوف واي، ومن y equal a ل y equal b، الناتج ده بيديني ايه يا شباب؟ بيديني الاريا المحصوره بحدود التكامل اللي هو مديها. طيب لما اكون انا بكامل فانكشن f of x، ده معناه بضرب الفانكشن دي في الاريا. ده المعنى الهندسي للدبل انتجرال. طيب هنيجي بقى نشوف بنحل مسائل الدبل انتجرال ازاي. طيب تعالى نشوف الكلام ده على مسألة. بنحل مسائل الدبل انتجرال ازاي؟ تعالى نشوف. طيب هنيجي نشوف بقى ازاي بنحل مسائل. بيقول لي اول اكزامبل، اكزامبل 1، بيقول لي فايند ذا اريا، فايند ذا اريا اوف ذا ريجون باوندد باي محصورة ب y سكوير ايكوال 2x و y ايكوال x. ادي المسألة بتيجي بالشكل ده، يا ترى هكامل ازاي؟ بص معايا يا شباب، أول حاجة بعملها في مسألة الدبل انتجرال إن أنا أرسم الريجون اللي عندي اللي هي محصورة، المنطقة المحصورة بالمنحنى y سكوير ايكوال 2x وهي الخط المستقيم y ايكوال x. تعال نشوف هنرسمهم ازاي. أنا لسه مديك رسم الدوال y equal x، هتلاقي خط عامل كده straight line أهو، وعندي هنا ال x equal y square over 2، هتلاقي هيديك منحنى أهو مفتوح لليمين أهو. طيب أدي نقطة تقاطع وأدي نقطة تقاطع عند الزيرو، فين الاريا بقى؟ هي الاريا دي المحصوره بينهم. طيب بيقول لك هات الاريا دي. طيب يبقى ادي الستريت لاين y ايكوال x، وادي x ايكوال y سكوير اوفر 2. طيب بص يا سيدي، اول حاجه لازم تجيب نقط التقاطع. انا عندي x ايكوال y سكوير اوفر 2 و x equal y، هساوي الطرف الشمال بيساوي الطرف الشمال هيساوي الطرف اليمين بالطرف اليمين، يبقى y square over 2 equal y، يبقى y square equal 2y، يبقى y square minus 2y equal 0، خد y common factor، يبقى y minus 2 equal 0. انا عندي نقطتين y equal 0 و y equal 2،
طيب لما ال y equal 0 ال x بيبقى ب 0. طيب لما ال y equal 2 عوض في اي منحنى فيهم يبقى ال x ب 2. نفس الكلام هنا ال x ب 2. يبقى نقط التقاطع النقطة دي 2 2 والنقطة دي 0 و 0. جبت نقط التقاطع. طيب يا ترى بقى وانت بتكامل هتاخد شريحة أفقية ولا شريحة رأسية؟ بتشوف الاتجاه الأسهل بالنسبة لك. فأنا هنا لو خدت شريحة أفقية هتلاقي إن الأريا دي كلها هتمشي السهم طالع من اللي هي x equal y square ل x equal y، فهيجي تكون واحد. طب لو أنا خدت شريحة رأسية بالشكل ده هلاقي إن جميع الخطوط جميع الأسهم دي طالعة من نفس الخط ورايحة نفس المنحنى، فالاتنين في نفس درجة السهولة. طيب، طيب تعال نشوف إحنا هناخد شريحة رأسية في المسألة. الاتنين، طب لو واحد خد شريحة رأسية وواحد خد شريحة أفقية. الاتنين يطلعوا نفس الناتج، الاتنين يطلعوا نفس الناتج. طب تعال نجرب ناخد الشريحة الرأسية. يبقى أنت هتكامل بالنسبة لمين الأول؟ انت طبعا هتكامل الواحد، يبقى لازم اقول دي واي دي ايه يا شباب؟ دي واي دي اكس، لان انت تاخد الشريحه موازيه لمحور الوقت. طيب الاسهم دي الشريحه طالعه من واي تساوي كام لواي تساوي كام؟ الخط ده واي ايكوال ايه يا شباب؟ الخط ده واي ايكوال اكس. طيب والمنحنى ده واي ايكوال كام؟ واي ايكوال سكوير روت بتاعته اكس، لان الجزء اللي تحت ده هيبقى y equal negative square root of mean of 2x. يبقى هنا ل y equal square root ل 2x. طيب وانا بجمع بقى الشرايح دي جنب بعض، من x equal كام لاخر نقطة x equal كام؟ من x equal 0 اخر نقطة هنا في الاريا x equal كام؟ equal 2. ادي الانتجريشن بتاعي، ادي يا جماعه دي الاريا، ادي الاريا. تعال نشوف الكلام ده، يبقى ادي من 0 ل 2 الكامل الواحد ده بالنسبه لواي يديني واي، من واي ايكوال اكس لواي ايكوال سكوير روت 2 اكس، والناتج تكامله بالنسبه لمين؟ تكامله بالنسبه لاكس. يبقى الكلام ده بيساوي انتجريشن من 0 ل 2 هيبقى ادي السكوير روت ل 2 واكس تو ذا باور هاف ماينس اكس، الكلام ده هكامله بالنسبه للاكس. يبقى الكلام ده بيساوي ال سكوير روت لل 2، اكس دي لما اكملها تبقى اكس 2 ذا باور 3 اوفر 2 على 3 اوفر 2 من 0 ل 2 ماينس كامل دي، يبقى اكس سكوير اوفر 2 من 0 ل 2، الناتج ده هيطلع 3 2 اوفر 3. الناتج ده هيطلع 2 ايه؟ هيطلع 2 اوفر 3. ماشي يا شباب؟ الناتج ده هيطلع 2 اوفر 3. طيب يبقى انا دلوقتي خدت الشريحه الفيرتيكال. طب افتراض واحد خد شريحه هوريزونتال، هل يطلع نفس الناتج ده؟ لازم يطلع نفس الناتج ده. لو هو ماشي صح لازم يطلع نفس الناتج ده. طيب عاوزين نشوف مساله ثانيه ناخد فيها هوريزونتال ستريب. طيب تعالى معايا شوف اكزامبل 2. بيقول لي ايه؟ بيقول لي فايند ذا اريا، بيقول لي فايند ذا اريا باوندد باي المحصوره المنحنى y سكوير ايكوال x و x ماينس y ايكوال 2. طيب تعالى اول حاجه بنعملها ايه يا شباب؟ دايما بترسم المنطقه المحصوره بين المنحنيات اللي هو مديها لك. طيب تعالى نرسم المنطقه x equal y square، دي مفتوحه ليه؟ لليمين اهي. طيب الخط المستقيم x minus y equal 2، يعني انا عندي ادي x equal y square
وعندي هنا واي ايكوال لو اديتها الناحيه دي تبقى اكس ماينس ايه 2. طب لما تحط اكس ب 0 الواي تطلع بنيجاتيف 2، لما تحط الاكس ب 2 الواي تطلع ب 0. يبقى خط واصل بين النقطتين اهو، النقطه الاوليه 0 ونيجاتيف 2 هنا كده، وبعدين اكس ايكوال 2 واي ايكوال 0، واروح جاي موصل ايه النقطتين دول ببعض اهو يا شباب. يبقى فين المنطقه؟ هزلقها لك بالاحمر اهو، ادي المنطقه بتاعت التكامل اهي. ادي المنطقه اللي انا عاوز اجيب الاريا بتاعتها، اجيب المساحه اللي بالاحمر. تعالى يا ترى الاتجاه الاسهل ان انا اخد فيرتيكال هوريزونتال ولا اخد فيرتيكال؟ لو انا خدت فيرتيكال، شوف ادي نقطه تقاطع اهي، نقطه تقاطع اهي، هتلاقي من هنا هيحصل تجزيء في الاريا، طالع من المنحنى اللي تحت ده اللي هو معادلته واي ايكوال نيجاتيف اكس، والجزء اللي فوق ده واي ايكوال بوزيتيف سكوير روت اوف اكس. هتلاقي ان الشرايح الستريبس طالعه من الجزء ده للجزء ده، من نيجاتيف سكوير روت اوف اكس لبوزيتيف سكوير روت اوف اكس. وبعدين بعد الخط ده هتلاقي الشريحه طالعه منين؟ طالعه من الخط ده اللي هو معادلته واي ايكوال اكس ماينس 2 لواي ايكوال سكوير روت اوف اكس. قال لك ده في تجزؤ في الاريا كده. طيب لو انا خدت شريحه هوريزونتال هتلاقي ان كل الشرايح طالعه من ده اللي هو اكس ايكوال واي سكوير، ورايحه كلها لاكس ايكوال واي بوزيتيف 2. هتلاقي ان الشرايح كلها طالعه من نفس المنحنى ورايحه نفس الخط، فمفيش تجزؤ في الاريا هنا. فهنا الهوريزونتال ستريب هي الافضل والاسهل، هي الافضل والاسهل. لكن لو واحد خد فيرتيكال ستريب مفيش مشكله، هيجزأ التكامل لتكاملين من عند النقطه دي. فدايما خد الاتجاه الاسهل بالنسبه لك. طب انا هاخد هوريزونتال ستريب، بص كده معايا، يعني انت هتكامل الواحد ده بالنسبه دي اكس دي واي، يبقى الحدود الاولانيه دي حدود الاكس. طيب تعال نجيب نقط التقاطع الاول، تعال نجيب نقط التقاطع. بص يا سيدي، البوينت اوف انترسكشنز عاوز نقط التقاطع، نوجد نقط التقاطع. انا عندي اكس ايكوال واي سكوير، وعندي اكس ايكوال واي بلس 2، هساويهم ببعض، يبقى واي سكوير ايكوال واي بلس 2، يبقى واي سكوير ماينس واي ماينس 2 ايكوال 0. يبقى انا عندي ادي واي ماينس 2 y بلس 1 ايكوال 0، يبقى y ايكوال ماينس 1 y ايكوال 2. طب الاكس هنا بكام؟ والاكس هنا بكام؟ لما تحط الواي بنيجاتيف 1 في اي واحد تدي الاكس ب 1. طيب ولما تحط الواي ب 2 تدي الاكس ب 4. يبقى النقطة الأولانية دي 1 وماينس 1، وهنا 4 و 2. نقط التقاطع دي الاكس ب 4 والواي ب 2. طيب انت هتكمل ايه بالنسبه لاكس؟ الاكس كده الشريحه طالعه من اكس يساوي كام؟ واي سكوير، رايحه لغايه اكس بتساوي كام؟ واي بلس 2. طيب الواي بقى من واي تساوي كام؟ اخر نقطه تحت لغايه اول نقطه، لغايه اخر نقطه فوق، يبقى من نيجاتيف 1 ل 2. طيب يبقى الكلام ده ايكوال، ادي من نيجاتيف 1 ل 2 الانتجريشن هيديني اكس، من واي سكوير لواي بلس 2 دي واي، يبقى الكلام ده بيساوي من نيجاتيف 1 ل 2 واي بلس 2 ماينس واي سكوير
دي واي كامل بالنسبه لواي بقى يا بطل. يبقى الكلام ده بيساوي واي سكوير اوفر 2 من نيجاتيف 1 ل 2 بلس 2 واي من نيجاتيف 1 ل 2 ماينس واي كيوب اوفر 3 من ماينس 1 ل 2. الكلام ده هيديني 9 اوفر 2 4 ونص. يبقى ناتج الانتجريشن ده هيديني 9 اوفر 2. ادي يا جماعه لازم تشوف الاتجاه الاسهل ان انت تاخد الشريحه هوريزونتال ولا فيرتيكال. لو واحد خد فيرتيكال هيقسم التكامل ده لتكاملين مجموعهم يديني نفس الناتج ده، لازم برضه يدي نفس الناتج ده. طيب نشوف مسألة ثالثة يا شباب، نشوف مسألة ثالثة. تعالوا نشوف مسألة ثالثة example 3 بتقول لي بيقول لي sketch the domain of integration. عاوزك ترسم المنطقة بتاعت التكامل and evaluate the double integral على الدومين ادي اكس كوزاين اكس بلس واي دي اكس دي واي. هو حيث ان الدي المجال بتاع او المنطقه اللي انا هكامل عليها الدي اس تريانجل مثلث ريجل منطقه مثلثه هوز vertices are نقطة 0 و0 نقطة بار و0 نقطة باي وبار. بيقول لك ايه؟ ارسم منطقة التكامل ثم احسب هذا التكامل. أول حاجة لازم ارسم المنطقة يا شباب اللي أنا هكامل عليها. أهو ادي محور الاكس وادي محور الواي اهو، ادي نقطة 0 و0 ادي نقطة باي و0 ادي نقطة باي وباي. ادي رؤوس المثلث، هو بيقول لي منطقة مثلثة ومديني الرؤوس بتاعتها 0 و0 باي وزيرو باي وباي. فين المنطقة؟ اهي هي دي المنطقة اللي انا عاوز احسب التكامل عليها، اديني فانكشن هكامل على ريجل دي. طب هو قايل لي ايه؟ قال لك دي اكس دي واي، يبقى لازم الشريحة بتاعتك تكون هوريزونتال، لان الشريحة ماشية مع المحور الداخلي للتكامل. يبقى انا الهوريزونتال بتاعتي ماشية ازاي؟ اهي يبقى انا الشريحة ماشية ازاي؟ اهي يبقى انا الشريحه لازم تكون هوريزونتال. طبعا الاكس ايكوال كام؟ طبعا دي نقطه 0 0 باي باي، هتلاقي ده اكس ايكوال واي. طيب والخط ده معادلته ايه؟ اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال باي. طيب افتراض ان انا عندي خط مش عارف اجيب معادلته، افتراض ان انا عندي خط واصل بين نقطتين. ادي نقطه اكس 1 واي 1 وهنا نقطه اكس 2 واي 2. اجيب معادل الخط ده ازاي؟ قال لك واي ماينس واي 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 ايكوال واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس مين؟ اكس 1. دي معادله الخط المستقيم اللي واصل بين النقطتين بدلاله النقطتين يكونوا معلمين عندي. طب تعالى نشوف بقى التكامل ده هيتحسب ازاي. ادي اكس كوزاين x بلس y dx dy. حدود الاكس الشريحه ماشيه
من x تساوي كام لx تساوي كام؟ من x equal y لx equal bar. طب وانا بجمع الشرايح كده من y equal k لy equal k، من y equal 0 لy equal bar. طيب بص يا سيدي، يبقى انا حددت الشريحه هوريزونتال بتحرك من x equal y ل x equal y، وبجمع في اتجاه ال y من y equal 0 ل y equal ايه؟ equal y. تعال نكمل بقى، انت هتكمل الاول بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل x، ثم اللي يطلع تكمله بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل y. طيب ما انتش ملاحظ ان دول دالتين؟ دي دال ودي دال، انا تتكامل حاصل ضرب دالتين، يبقى انا هستخدم انتجريشن باي بارتس. يبقى انا هنا هستخدم الانتجريشن باي ايه؟ باي بارتس. يبقى انا هكامل بالتكذيب، هعتبر هي دي اليو، دي تلعب دور اليو، والكوزاين دي تلعب دور ايه يا شباب؟ دور الدي في. شوف الانتجريشن ده يساوي ايه؟ يبقى الاي ادي من 0 لباي بره بتكامل الاكس بتنزل زي ما هي، تكامل الكوزاين بساين اكس بلس واي، منين لفين؟ من واي لبار، وبعدين بقول نيجاتيف الانتجريشن من واي لباي تفاضل الاكس بواحد ساين اكس بلس واي دي اكس. الكلام ده كله هكامله بالنسبه ليه يا شباب؟ هكامله بالنسبه للواي. طيب تعال عوض بحدود التكامل، يبقى الكلام ده بيساوي من زيرو لباي، شيل الاكس وحط باي، يبقى باي ساين باي بلس واي ماينس، شيل الاكس وحط واي، تبقى واي ساين واي بلس واي، تبقى 2 واي. طيب وبعدين بقول ماينس، هو تكامل الساين بايه؟ بنيجاتيف كوزاين، يبقى دي بقت بلس كوزاين اكس بلس واي، وحدود التكامل من واي لباي، والناتج ده اكامله بالنسبه لمين؟ للواي. اه الناتج ده اكامله بالنسبه للواي. يبقى الكلام ده بيساوي، همسح هنا، يبقى I equal من 0 ل باي باي ساين باي بلس واي، وبعدين ماينس واي ساين 2 واي، وبعدين عوض لي بالحدود، شيل الاكس وحط باي، يبقى انا عندي بلس كوزاين باي بلس واي ماينس كوزاين 2 واي. الكلام ده كله هكامله بالنسبه لايه يا شباب؟ بالنسبه للدي واي. يبقى الجزء الاولاني ده انتهى، عوضت وبعدين كملت ده وعوضت بدل الاكس بواي ناقص بدل الاكس بواي. طيب تعالى كمل بالنسبه للواي، يبقى الكلام ده بيساوي ادي الباي بره، هو تكامل الساين بايه؟ بنيجاتيف كوزاين باي بلس واي من زيرو لايه؟ من زيرو لباي، وبعدين ماينس انتجريشن من زيرو لباي واي ساين 2 واي دي واي، ده هيبقى باي بارتس لان ده حاصل ضرب دالتين، وبعدين تكامل الكوزاين ده بساين يبقى بلس ساين باي بلس واي من زيرو لباي. طيب ماينس تكامل الكوزاين بساين 2 واي على تفاضل الزاويه اللي هو 2 من زيرو لكام؟ من زيرو لباي. لما تشيل الواي وتحط باي ساين 2 باي ده بزيرو، ناقص شيل الواي وحط زيرو، المقدار ده كله يطلع بزيرو. ليه يا جماعه؟ لان انا عندي ساين زيرو،
بتساوي ساين باي، بتساوي ساين 2 باي، بتساوي ساين 3 باي، كل ده ايه يا جماعه؟ بزيرو. يبقى المقدار ده هيديني زيرو. طب هنا نفس الكلام، المقدار ده لما تشيل الواي وتحط باي هتبقى باي زائد باي 2 باي، ساين 2 باي بزيرو ناقص. شيل الواي وحط زيرو تبقى ساين باي، ساين باي برضه بزيرو، المقدار ده كله يطلع بكام يا شباب؟ يطلع بزيرو. تعالى اعوض هنا عن الواي بباي. يبقى نيجاتيف باي كوزاين 2 باي، ما انت هتشيل الواي وتحط باي، باي وباي 2 باي، ناقص ناقص تبقى زائد باي كوزاين، شيل ده وحط زيرو تبقى كوزاين باي، ماينس اعمل باي بارتس بقى، باي بارتس هفتح قوس الواي تكامل الساين بنيجاتيف كوزاين 2 واي على 2 وفي نيجاتيف اهي. منين لفين؟ من زيرو لباي. نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف، انتجريشن ادي نص كوزاين 2 واي من زيرو لباي دي واي. طيب كوزاين باي بنيجاتيف 1 وكوزاين 2 باي ب 1، يبقى دي تديني نيجاتيف باي، ونيجاتيف باي يبقى بتديني نيجاتيف 2 باي. ده وده. تعالى اعوض بقى، ادي ماينس بره اهي، افتح قوس يبقى باي على 2 كوزاين 2 باي، كوزاين 2 باي، ما تنساش ان في نيجاتيف هنا اللي هي دي، اشيل دي واحط باي، يبقى باي على 2 كوزاين 2 باي، ماينس وادي ماينس تبقى زيرو، حط دي تبقى زيرو، يبقى الجزء ده خلصه. ادي الجزء ده، التكامل بتاع ده يديني ساين 2 واي باي، 2 وادي 2 تبقى على 4، من زيرو لباي. لو حطيت الواي دي باي ساين 2 باي بزيرو، ناقص شيل الباي دي وحط زيرو، بقى المقدار ده برضه بكام يا شباب؟ بزيرو. كوزاين 2 باي دي بكام؟ بواحد. وادي نيجاتيف بنيجاتيف ببوزيتيف. يبقى الكلام ده بيديني، معلش هو التكامل طويل شويه بس يعني ايه سهل. يبقى ناتج التكامل ده بيديني نيجاتيف 2 باي، ادي نيجاتيف بنيجاتيف ببوزيتيف باي على 2، يبقى نيجاتيف 3 باي اوفر 2. ده ناتج ايه يا جماعه؟ ده ناتج التكامل. ودي كانت نهايه المحاضره الثانيه، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.